بس أنا ما سمعت إنه عبد الوهاب رايد يشتري. شو؟ يعني أنا عم بكذب عليكي؟ خلص! ما بقى بدي اسمع منك ولا كلمة. أنت بالمسارة ما بتيجي، روحي جيب المصاري يلا. ليش عصبت؟ أنا بس عم بقول إني أنا ما سمعت. ولك شلون بدك تسمعي؟ لا تجننيني. هذا كلام بيحكوه الزلم لبعض، إذا مالك مصدق روح سألي. ما معي مصاري. شلون ما معك مصاري؟ مو هلا من شوي قلتي معك شوية مصاري؟ ايه يعني هدول المصاري دوبهم يكفونا لبين ما يبعث لي اكل سنة. ايوه اذا بقي شوي. عم بتهتيني باخوكي انه بيبعث لك مصاري ما؟ لا يعني على كل إن هو انه اخي سعيد عم يبعث لنا مصاري مو شيء بيرفع الراس كثير. يا خساره يا لميا. يا حيف. لك يا حيف على الخبز والملح. يا حيف على الساعات اللي قضيتها معك.